بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارس مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الخامس في الوحدة الثانية وهو بعنوان المعادلة المميزة لمصفوفة Characteristic Equation of a Matrix إذا كان عندنا المصفوفة A مربعة ذات أبعاد إن في إن فإن لمضة تسمى قيمة ذاتية Eigenvalue للمصفوفة A if and only if لو حققت هذه المعادلة determinant of lambda i ناقص a يساوي صفر هذه المعادلة تسمى المعادلة المميزة للمصفوفة a وهي تكون معادلة على شكل كثيرة حدود لامدا n زائد c واحد لامدا أس إن ناقص واحد إلى الثابت لا سي يساوي صفر بحل هذه المعادلة يمكننا إيجاد القيم الذاتية لمضة واحد إلى إن, إن للمصفوفة A. ومن ثم يمكننا إيجاد المتجهات الذاتية المقابلة لهذه القيم corresponding كما في المثال التالي المصفوفة إي عناصرها واحد أربعة اثنين ثلاثة إيجاد القيم الذاتيه للمصفوفه A نكتب في البدايه المعادله المميزه لها لمدا اي ناقص A ونساويها بالصفر لامد اي هي عباره عن مصفوفه تشبه مصفوفه الوحده وعناصر قطرها الرئيسي هي لمدة وباقي العناصر اصفار ناقص المصفوفه A يعطينا المحدد التالي بفك هذا المحدد يساوي لمضى ناقص واحد القطر الرئيسي لمضى ناقص ثلاثة ناقص القطر غير الرئيسي سالب اثنين في سالب اربعة يساوي موجب ثمانية بالفك والتبسيط نحصل على المعادلة لمضى تربيع ناقص 4 لمدة ناقص 5 يساوي صفر بالتحليل عددين حاصل ضربهما 5 والفرق بينهما سالب 4 5 في 1 الكبير يأخذ إشارة المنتصف سالب 5 والصغير يأخذ عكس الإشارة موجب 1 أي أن القيم الذاتية لهذه المصفوفة هي سالب 1 و 5 لو أردنا مثلا أحبتي أن نحصل على المتجه الذاتي المقابل للقيمة الذاتية لمدة تساوي 5 نعوض في المعادلة لمدة I ناقص A X تساوي 0 حيث X هو المتجه الذاتي وطبعا هذه المعادلة تعبر عن نظام خط متجانس يساوي صفر بحل هذا النظام بأي طريقة أخذناها يمكن إيجاد قيمة هذا المتجه فلو فرضنا أن هذا X يساوي U و V فإن 5i ناقص A وهي تعبر عن لمضة i ناقص A يمكن حسابها كما يظهر أمامكم 5 0 0 5 ناقص 1 4 2 3 فهي في النهايه المصفوفه اربعه سالب اربعه سالب اثنين اثنين وهي مصفوفه معاملات هذا النظام الخطي باستخدام عمليات الاختزال فمثلا نقسم الصف الاول على اربعه والصف الثاني على سالب اثنين نحصل على النظام التالي واحد سالب واحد واحد سالب واحد. لو طرحنا المعادلتين من بعضهما البعض سالب ار واحد زائد ار اثنين كان الناتج واحد سالب واحد صفر صفر. نلاحظ انهما نفس المعادلة بمعنى ان هذا النظام اختزل إلى معادلة واحدة فقط وهنا عدد المجاهيل اثنين وعدد المعادلات واحد فله عدد لا نهائي من الحلول فنأخذ الفري فاريبل هذا يعبر عن الفي نأخذ في تساوي تي ونعوض في هذه المعادلة يو ناقص تي تساوي صفر أي أن يو تساوي أيضا تي ويكون متجه الذاتي الأول يساوي تي تي او تي عامل مشترك واحد واحد